عايزين نعرف يا دكتور دلوقتي يعني ايه ورم؟ وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان معظم الناس او كتير مننا لما يسمع كلمه ورم يتخض. صح، طبعا في انواع كتيره جدا من الاورام، بس احنا لما نيجي نقول ورم دي كلمه بتوصف حاجه مكلكعه، مفيش في اللغه العربيه كلمه واضحه توصف بيها الورم. يعني واحد واخد كدمه في عينه فنقول عليها عينه ورمه او عنده ورم في عينه، هل تمام. هنقلع له عينه ونشيلها او نستبطلها؟ لا ابدا. دي بنتعامل معاها يا اما بالعلاج يا اما بالتدخل الجراحي، ان نغطي الورم اللي موجود حوالين عينه. ده مثال. الورم معظم الخلايا او الخلايا بتتجذر بان هي تتنوع وتتجدد في العدد، تزيد في العدد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الخليه الام بتبقى خليه عصبيه بتدينا الاعصاب، او الخليه العضليه بتتنوع وتدينا الارياف العضليه. لما الخلايا دي تزيد في العدد مره واحده او تصبح غير متخصصه، يعني ما تبقاش خليه عصبيه، هنا بيحصل بالورم. الورم ساعتها